أكد سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت على أن إقبال المصريين في الكويت على المشاركة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية يعكس مدى اهتمامهم ورغبتهم في التواجد والمشاركة في التصويت واختيار من يمثلهم في الانتخابات. وأكد السفير شلتوت على أن تزايد إقبال الناخبين من الجالية المصرية في الكويت على لجنة الانتخابات تعكس حبهم ورغبتهم في المشاركة في هذا العرس الديمقراطي. أنا سعيد جدا وأنا بتحدث من مقر الانتخابات للمصريين بالخارج، لجنة فرعية بالكويت. كما شاهدنا منذ الإعلان عن الحملة أو الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، تم التواصل مع كافة الروابط المصرية ومجتمع رجال الأعمال والتجمعات المهنية لإعلامهم بكافة الإجراءات المطلوبة في العملية الانتخابية، حث المواطنين على الاداء بصوتهم والمشاركه. وطبعا الجاليه المصريه بالكويت من طليعه الجاليات بالخارج وفي صداره الجاليات التي بتشارك في كافه التحقيقات الدستوريه سواء انتخابات رئاسيه او انتخابات برلمانيه.